بروجرام بحياتي أعمل وزير. وقتها استشهد الشيخ بيير أمين الجميل، حسيت أنه كان تلميذي أول سنة بالجامعة بيير بفرنسا، وفي علاقة خاصة ببيتهم وبالمسلوب بيرمزوله. حسيت أنه لازم إيجي يكون موجود عم ساعد بشو ما بعرف. هاي حالة الغضب يلي عمت يعني على الكل. بعدين لقيت حالي تباعاً أنه رجعت انخرطت. أنا عملت وزير، انبسطت الماما لأنه كانت هيدي وزير شؤون اجتماعية، يعني منساعد الناس، وماما بنت كنيسة بتحب كتير تساعد وتصلي وهيك. بس من شو كانت خايفة عليك؟ خايفة أنه ما أعمل نايب. كانت انه بعدين قلت لي وين يلعبوا لك بعقلك بعد ما خلصت الوزاره يوما ما تروح تعمل نايب. وخلفت وعملت. درس الحزب عنا موضوع اني انا اترشح على النيابه، وطرحوا علي الشيخ امين انه سليم فكر فيها، في اكثر من مركز ممكن انت تترشح عليه. بقى انا قبل ما اعطي جواب على الموضوع جيت حكيت مع جينان ومع بيير ابني. طبعا هون اوعى ما تفكر فيها، شو بدنا بهالشغله، انت عم تخدم أزبط. الناس عم تركض موجود. عادة النايب إيه؟ بيخدم الناس إيه؟ بس حسب انا ماني نايب خدماتي، يعني انا ماني خدماتي، بس انا انه عم بعمل اللي لازم اعمله اجتماعيا. بعد يومين زمان على الغداء قاعدين بيقولوا حابين نبلغك شغله، انه انت اذا حاسس انه طريق النيابه هي اللي بتساعدك تخدم القيم اللي انت بتآمن فيها، نحن ما قلنا حق نوقف بوجهك. هيك قلت لي سوا حكيوا بالبيت مزبوط، وحقيقه عطيوني مثل طمانينه وقوه كثير كبيره. لو ما دعموك كنت ما رح تخوض هالتجربه؟ بصعوبه اكثر، كنت بدي حس حالي انه عندي جانح مكسور اذا بخوضها او ما بخوضها. اعتراف خطير هيدا. ايه اذا مش حاضرين يمشوا هالمشوار بصمت ومن خلف الستاره من دون وجاهة ومن دون طبل وزمر، يمكن جينان هاي أول مرة بتطلع على التلفزيون، اللي 15 سنة تقريباً عم بتعاطى بالمباشر شأنعان. هيدي قبل ما نسافر كنت، بس ما كان في تلفزيونات. إيه أول مرة بتطلع على التلفزيون، بدها تقبل كمان أنه في حضور صامت ثابت بيعطي سلام. بقى أكيد لو ما هني معي، عائلتك كلها معي، حتى رشال اللي بس عائلتك الأكبر يلي هو حزب الكتائب منو معك؟ كيف منو معي؟ أكيد معي، أكيد. يعني حزب الكتائب هو اللي أعطاني الدفع، هو اللي رشحني أصلا. أنا عملت نايب رئيس حزب الكتائب 3 مرات. واليوم؟ اليوم أنا نايب بحزب الكتائب وعندي أفكار كتير مهمة عم جرب نقربها ونقدمها بهيدا الحزب، حتى ما نصير حزب سلطة ما له معنى. لأنه دايماً الإنسان لما ما يعود يعمل نقد ذاتي وما يعود عنده تغيير بيرتاح، لأنه التغيير نضال، تعب، وجع، أرق. هذا التغيير لما الواحد يقول طيب خلص إجا وقت أعمل استراحة المحارب بكون خلصت قضيته. أنا مشان هيك دايماً في عندي ما في استراحة، دفع تجديدي. حتى بقلب الحزب هيدا دوري، مش انه الدور بيعطيك اياه الحزب وانت اقعد ونام على مجدك. على اي مجد نحن بلبنان بدنا ننام؟ بلدنا خرب.